السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا اقسم لكم بالله لازم نكونوا واقعيين ونحضروا لكم حاجة في وجوهكم. انتوما كاين ناس يعني اللي راهم هما فاشلين في الرياضة الجزائرية، في المنظومة الرياضية الجزائرية. اليوم صبحوا كما كانوا خطرة تونس، يعني وين ولات حاجه اللي تصرى لهم. يقول انا نعقل تونسي ذاك الشيء بوب ولا ما كتبوه، قال لهم العدو الاول هو راو ضد تونس. راكم عاقلين عليها؟ انا عاقل عليها، انا اللي هدرها اليوم. يعني حتى وين الفاشل تاع الناس، رانا نحصل الفاشل تاعكم. راكم حيا راكم درتوا لنا مصطلح تاع المؤامره. حيا انا ما جداب على لقجع ماهوش نسيبي، ماهو خويا، ماني ما نعرفو، ما يعرفني، ما نعرفوش انا، ما يعرفنيش لقجع. انا باش راني ندافع عليه، بصح راني انا مانيش على لقجع، راني عليكم انتوما. انا مانيش ندافع على لقجع، راني انتوما نبهدل فيكم. ماشي اليوم الحيه اللي تصرالك لقجع دادنا، مؤامره، خيانه، خازني وين انتوما؟ ماشي رجاله انتوما؟ ماشي رجاله؟ الدولة دارت لكم الاستاد، دارت لكم كلش. الدولة دارت كلش. نعقل سي عبد العزيز بوتفليقة الله يرحمه، شتا قال؟ قال الجزائر قادرة تنظم زوج تاع لي كوب دي مون. الإعلام في ذاك الوقت وموراها ميمات مسكين ولاو قاع يضحكوا. اليوم ترى يدير لك كيما هكا، عندنا ملاعب عالمية. واو لله، كنتوا تقولوا فيها ما كنتوش تقولوا فيها. اليوم أنا ما تهضروش الحقيقة. اليوم أنا ما تهضروش الحقيقة. على ما تقولوش حنا رانا فاشلين، على تروح تحصل الفاشل تاعك في الغاشي. هو راه يخدم في بلاده، هو راه يخدم في بلاده. شكون اللي جاب انفرتينو الاول لهنا لافريك؟ شكون اللي جاب انفرتينو في لافريك كومبلي كيما دارت لافريك؟ شكون اللي جاب؟ شكون اللي كانت عندهم الاسبقيه؟ حنا كانت عندنا الاسبقيه. وين الحاج محمد راو كان رئيس كيما نقولوا رئيس تاع كيفاش تاع في الفوت، كان هو الرئيس، يعني الرئيس تاعو في الحمله الانتخابيه، رئيس الحمله الانتخابيه تاع انفرتينو هنا في لافريك. جاب له كاع البنوت، يعني 54 بنت جاب لها، جاب لها حتى في الخليج، وجاب لها حتى في كي يسموها في الاكوادور، جاب له في افريقيا، جاب له في اوروبا الشرقيه، يعني جاب له. وكان الحاج كان رايح على فرنسا مع ابنائها المخلصين هنايا، ضربوا باش يوخروا الحاج. علاه؟ خاطر انفرتينو كان واعده كي يربح في ما يجيش حامد احمد، كان غادي يجي الحاج محمد راو. الحاج محمد راو كان يجي، كان غادي يطلع هو رئيس اتحاد افريقي، ويطلع وليد صادي رئيس اتحاديه الجزائريه، ويرسله للفيفا. بصح شكون اللي خسر المخطط؟ هادو هنايا جماعة اللي هنايا هما اللي خطوا، اللي راهم ضروري يتحكموا في السبور، وعاودوا ولاو من تحت يتحكموا في السبور. هما الإعلام هذا المأجور، هذا الإعلام المأجور تاع كلش كي ولاو يديروا. واه ولا اليوم أي الفشل تاعكم تروحوا تحصلوه في لقجع. الهوا مع روحكم، الهوا مع روحكم، خدموا روحكم. انا ما زلت نقول سيد الرئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون، اقسم لك بالله العلي العظيم، هذو اللي راهم في المنظومه والله العظيم ما يجيبوا لك هذه 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 هذه. هذو اللي خافوا من المدرب، هذو بني ادم؟ هذو رجاله؟ انا راني نهدر، راني هنا في بلادي نهدر، أنا راني نهدر هنا في بلادي، راني هنا في بلادي راني ننتقد حاجة تخصني أنا كرة القدم خويا، أنا مناصر ونبغي كرة القدم خويا. هادو ما يصلحوش، ما يصلحوش. ركاونا حاجة عادة، لقجع، لقجع دارت دانا، لقجع دانا، لقجع رايحة وسخ يا بزاف. توما مدرب جا لقجع، جا موتيفي نهار الاول تلاقى مع زاتشي، واخا من بعد جا شاف دينا عمارة،
جا موتسيبي تلاقى شاب دين عمارة صح موراها جا كيسموه هذاك كيسموه يا ربي هذاك هذا زبزب تلاقى به هذو كاع ماشي ملاح المدرب تاعكم مليح تخدموا غير المدرب نتوما تبا صايك ومن بعد حتى لا قاعدين حاصلين لي مؤامره مؤامره شكون لقد عدنا نتوما مشي رجاله باش توقفوا المؤامرات او كنا نقول لكم نهار الاول على كنتو تخرجوا تقولوا لا خاصناش ما خاصناش كولاسه كانوا يخرجوا هذو ماشي هذو اليوتيوبر هذو جياع مشي رجاله في القنوات ولاو يخرجوا قنوات تلفزيونيه كان يقول ما خاصناش عندنا مدرب هو اللي واقف هو اللي يرد هو اللي يدير مدرب تاعك مدرب تاعك خلال راسه تاع والديها مع لي زافريكا وقلت لكم في رمضان قلت لكم التصريحات اللي دارهم غادي يخلصوها قلت لكم التصريحات اللي دارهم غادي يخلصوها وعقلوا عليها مليح عقلوا عليها شا كاين حنا كاع منا في شمال افريقيا شا كاين في شمال افريقيا لافريك شحال يتحدوا بعضهم بعض والله العظيم بسبب التصريحات تاع المدرب من قرعت لنا 2025 بسبب دو سبابه وانتم كاع على بالكم كاع على بالكم شو بو فيكم انا ما على باليش بيكم انا نطلب من رئيس الجمهوريه راك وفرت كلش يعني وفرتوا كلش بصح ما عندناش رجال في الرياضه والله ما كان راجل يصلح والله ما كان راجل يصلح راني نقول لكم لا وزير لا رئيس اتحاديه لا رئيس لجنه المنظمه لك اوكلي هذاك ما كاش كاع ما كاش واحد ما يسعاش انا نقول لكم وزير بقيمتك وزير شباب والرياضه وعندك مع شعمل الاتحاديه تحت المنظومه تاعك تروح تلقى مدرب انت في طياره في الدروس تاع الطياره هيك ما كاش هذيك ما صراتش هذيك ما كاش ديشون 2018 كوب دي موند 2022 وصل فينال قالوا له خويا عندك 2024 اي تربح هيا تربح قالوا له روح عندك 2024 ما توصلش دومي فينال كوب دوروب غادي توخر بلا ما نقولوا لك كوب دي موند داروا له لوبجيكتيف قالوا له ما توصلش دومي فينال تطرد وصل فينال داروا له 2024 انتوما القاوه في الطياره القاوه في لي سكورت في الطياره في السما القاوه وكبس الوزير دي الوقت بتاع يا رجاي ويا رجاي 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 اش نقول لكم ما ودي الله يزيد اش غادي نقول لكم تغيظ لك الجزائر برك والله لا تغيظ الجزائر برك تغيظ والله يا الجزائر لا تغيظ والله العظيم انا نقولها لكم ونعاود خلوا القجع يخدم في بلاده خدموا توبة هنايا قابلوه برجاله كاين رجاله كاين رجال راكم فاشل حاجه مؤامره كاع وليتو تعرفوا مصطلح تاع دارنا مؤامره دارنا خيانه موتيفي خيانه دارنا من تربح هذيك الناس يضحك عليكم ما الناس يضحك عليكم ما الناس يضحك عليكم سي معمر انا نقول لكم كسروا علينا ولا ما نعرفوش شكون اللي غادي يأمنكم انا نأمنكم ما نأمنكمش انايا نتوما دي مونتير انا ما نأمنكمش نتوما راكم كذابين لا اله الا الله محمد رسول الله اسم محمد مالكم نتوما ما تخدموش فاشلين وتخزنوا مور المؤامره مور لقجع ديالنا لقجع ديالنا المغرب دارونا لقجع ديالنا المغرب دار بيك يا خدم بلادك ولا وخر قم وداه وخر ما تقتلهاش وخر روح وقيلونا لقيتو ربي روح وبهدلتونا بيكم بلونترينا بالواصل برئيس اتحاديه يا ودي والله وجيت نحكم يا حرمه ديني زلاث ونقول لكم كلمه والله ما قال لك في السلسله تاع الشعر انا نقول لك رقدك وش سلسلة تاع الشعر قلع والله ما نخلي واحد فيكم
لا اله الا الله، هذا الشيطان حاجه حاجه مؤامره. انتم فاشلين وراكم دروك صايبينها مع مع البعوش هذا تاعكم هذا، يعني حاجه حاجه راه نخزنوا من المؤامره نقولوا لقجع ديالنا. انت مشي راجل هنا عند، انت مشي راجل، انت مشي راجل مين حصل فيه لقجع؟ انت مشي راجل لقجع يخدم بلاده وانتم صفقتوا له 2017. انا نعقلكم حق ما قلت لكم يا ودي مشي راه راه خسر الجزائر خسرت، وقلت لكم عقلوا عليا غادي تبكوا كالنساء. اليوم راكم تبكوا كالنساء. لقجع لقجع دالنا، لقجع لقجع دالك، او تمشي راجل، تمشي راجل لقجع يبان راجل، تمشي راجل. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، ونمشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ودائما معكم بجديد. سعيد وخوتي.